السلام عليكم، أنا اسمي فاطمة الزهراء الخلدي، أسكن في المغرب، عمري 8 سنوات، أحفظ من القرآن الكريم 28 حزبا. أرجو من الله التوفيق ومنكم الدعاء. والآن سأقرأ من القرآن ماذا يسر من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم لبعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر ركعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. صدق الله.